السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا بينا النهاردة نكمل الدرسين التالت والرابع علينا، وهم تمثيل وتفسير البيانات ومقارنة البيانات. يعني ايه مثل الكلام ده؟ طيب الكلام ده هيبان واحنا بنحل التمارين بتاعتنا. تعالوا نشوفوا كده يعني ايه تمثيل وتفسير البيانات. تفسير البيانات ببساطة كده يا سنة تانية اننا نقدر نفهم البيانات والمعلومات عن طريق التمثيل البياني زي اللي قدامنا ده كده بالظبط. طيب تعالى نشوف بيقول لنا هنا ايه. بيقول لنا هنا لاحظ التمثيل البياني التالي الذي يوضح الانشطة المدرسية المفضلة لمجموعة من التلاميذ، ثم اجب عن الاسئلة الاتية. طيب هو بيقول لنا هنا ان التمثيل البياني ده بيوضح ايه؟ بيوضح الانشطة المدرسية المفضلة لدى التلاميذ. يعني عندنا هنا كل مجموعة من التلاميذ بيفضلوا نشاط معين من الانشطة. طيب تعالوا كده نفهم الكلام ده بالراحة مع بعض. يقول لنا هنا يا سنة تانية التلاميذ اللي بتفضل نشاط الإذاعة. عندنا هنا هنشوف العمود اللي عندي واصل لحد كام. العمود اللي عندي واصل لحد 4، يبقى عدد التلاميذ اللي بتفضل الإذاعة 4. طيب بالنسبة للتلاميذ اللي بتفضل الموسيقى كام؟ هنشوف هنا هنطلع لإيه. هبص هنا هلاقي 6، يبقى 6 تلاميذ. حلو قوي. طيب الرسم يا سنة تانية واصل لحد إيه؟ واصل لحد 3. طيب الكمبيوتر، الكمبيوتر هنا واصل لحد 2. الزراعة، الزراعة هنا تلميذ واحد بس. طيب التمثيل البياني ده زي ما قلنا بيعبر عن ايه؟ عن الانشطة المدرسية المفضلة. وعندنا هنا المحور الرأسي في التمثيل البياني بيعبر عن عدد التلاميذ، وقلنا هنا المحور الافقي ده بيعبر عن الانشطة المدرسية، وعرفنا كل نشاط كام تلميذ بيفضله. طيب تعالوا هنا نطبق عندنا في الجدول ده. بيقول لي هنا الانشطه وعدد التلاميذ. قلنا الاذاعه، قلنا الاذاعه كام يا سنه تانية؟ قلنا الاذاعه 4، يبقى نحط هنا 4. طيب الموسيقى يا ميس قلنا 6، يبقى نحط هنا 6. الرسم هنا، الرسم هنا 3، يبقى نحط 3. الكمبيوتر هنا كام؟ 2، يبقى نحط 2. الزراعه هنا كام؟ الزراعه هنا 1، يبقى نحط 1. تمام كده سنه تانية. طيب تعالوا نكمل السؤال بتاعنا. ضروري بقى ان الرسم يكون قدامنا واحنا بنحل الايه، واحنا بنحل السؤال ده. طيب تعالوا كده نركز على الرسم اللي قدامنا بالصورة دي. ايه هي اكثر الانشطة تفضيلا؟ ايه اكتر نشاط التلاميذ بيفضلوه يا سنة تانية؟ هنبص في الرسمة اللي عندنا دي هنلاقي هنا ان هو طبعا ايه، نشاط الايه، الموسيقى اعلى عمود عندنا او اطول عمود او مظلل لحد 6. يبقى عندنا هنا ايه اكثر الانشطة تفضيلا؟ هو مين؟ هو الموسيقى. يبقى نكتب هنا الموسيقى يا سنة تانية. تاني سؤال معانا سنة تانية، اقل الانشطة تفضيلا. تعالوا نشوفوا اقل نشاط فيهم. زي ما احنا شايفين هنا اقصر عمود عندنا اللي هو ايه، اللي هو الزراعة. يبقى اقل الانشطة هنا ايه سنة تانية؟ الزراعة. تمام حلو قوي. طيب النشاط الذي يفضله 4 تلاميذ هو ايه؟ هدور هنا فين النشاط اللي بيفضله 4 تلاميذ. فين العمود هنا اللي واصل لحد العدد 4؟ هبص هنا طبعا هلاقيه هو مين؟ الاذاعة. حلو قوي. يبقى نكتب هنا الإذاعة. طيب النشاط الذي يفضله 3 تلاميذ هو ايه؟ فين هنا العمود اللي عنده 3؟ طبعا زي ما احنا شايفين الرسم العمود هنا الاخضر ده واصل لحد ايه؟ واصل لحد 3. يبقى هنا الرسم. بيقول لنا هنا اكتب عدد التلاميذ الذين يفضلون كل نشاط، ثم قارن بينهما باستخدام اكبر من او اصغر من او يساوي. يعني عايزني هنا سنة تانية نكتب في النقط ديت، نكتب ايه عدد الطلاب اللي بتفضل النشاط ده، وبعد كده نقارن ما بينهم. زي ما قلنا هنا الاذاعة عندي هنا كام؟ الاذاعة عندي هنا 4. طيب والرسم عندي ايه؟ الرسم عندي 3. طيب هنا مين بقى هنا الاكبر، الاربعة ولا التلاتة؟ طبعا الاربعة هي الاكبر. ولما نيجي نحط العلامة بتاعتنا سنة تانية نتعود على طول ان احنا نحط بق السمكة يبقى مفتوح ناحية الكبير. يعني علامة اكبر من اللي هي دايما دايما بتبقى مفتوحة في وش الايه، في وش العدد الكبير اهي، تبقى بالصورة دي كده، تبقى 4 اكبر من 3. طيب عندنا هنا الزراعة، الزراعة هنا 1، وعندنا هنا الكمبيوتر 2. طبعا زي ما احنا عارفين ان الاتنين اكبر من 1، يبقى من غير ما نلخبط نفسي بقى في العلامة نقعد نقول هي اكبر من ولا اصغر من، لا خلاص احنا عرفنا ان احنا ناحية الكبير هنفتح بق السمكة على طول. يبقى احنا هنعمل ايه هنا؟ هنفتح بق العلامة ناحية الكبير على طول، معنى كده ان الواحد اصغر من الاتنين.
طيب عندي هنا الإذاعة، قلنا الإذاعة كام يا سنة تانية؟ 4. وعندي هنا الموسيقى، الموسيقى 6. طبعا زي ما احنا عارفين ان 6 اكبر من 4، يبقى نفتح على طول بق السمر في وش مين؟ 6. يبقى 4 اصغر من 6. طيب عندي هنا الرسم، الرسم كام هنا؟ 3. الكمبيوتر هنا كام؟ 2. زي ما احنا عارفين طبعا ان 3 اكبر من 2، يبقى نفتح السمكة بقها ناحية مين؟ 3. يبقى عدد الطلاب اللي بتفضل نشاط الرسم اكتر من عدد الطلاب اللي بتفضل نشاط الايه؟ الكمبيوتر. طيب بيقول لنا هنا في اخر سؤال معانا، رتب الانشطة تنازليا مرة وتصاعديا مرة اخرى. عايزني هنا نرتب الانشطة تنازليا. يعني ايه تنازليا؟ يعني من الكبير للصغير، يعني من اكتر عدد طلاب بيفضلوها الى اقل عدد طلاب بيفضلوا الايه؟ الانشطة. طيب تعالوا نشوف كده الترتيب بتاعنا. تنازليا قلنا يعني من الكبير، مين اكبر عندنا نشاط في دول؟ طبعا الستة هي اكبر رقم فيهم، اللي هي مين؟ الموسيقى. طيب يا ميس في هنا سؤال مهم، هل انا هنا هاخد الارقام دي اعملها هنا في الترتيب وخلاص؟ لا طبعا، هو بيقول لك رتب الانشطة. رتب ايه؟ الانشطة. يبقى انا لازم نرتب اسامي الانشطة هنا في الترتيب بتاعنا. يبقى هنشوف هنا الستة الموسيقى، يبقى نروح هنا انا ايه؟ نكتب هنا الموسيقى. طيب الستة ناخد بعدها مين؟ مين الأقل من الستة؟ طبعا الأربعة. الإذاعة، يبقى هنا الإذاعة. بعد كده ناخد اللي هي التلاتة اللي هي الرسم. بعد الرسم ناخد الاتنين اللي هي الكمبيوتر. بعد كده في الآخر ناخد اللي هي الواحد اللي هي مين؟ الزراعة. طيب بالنسبة بقى للترتيب التصاعدي، الترتيب التصاعدي دايما بيكون عكس التنازلي على طول. يعني لو التنازلي من الكبير للصغير، فالتصاعدي من الصغير للايه؟ للكبير. يبقى احنا هنا هنشوف مين اصغر نشاط او اصغر نشاط عدد الطلاب فيه بيفضلوه. عندنا هنا طبعا اللي هو الواحد الزراعة، بعد كده ناخد الاتنين اللي هو الكمبيوتر، بعد كده ناخد التلاتة اللي هو الرسم، وبعدين ناخد الأربعة اللي هو الإذاعة، وبعدين ناخد في الآخر اللي هو الستة اللي هو مين؟ الموسيقى. وبكده سنة تانية نكون خلصنا درسنا النهاردة، واستنوني في الفيديوهات الجاية إن شاء الله نكمل دروس الصف الثاني الابتدائي. وكانت معكم ميس هدير من قناة بديل الدرس.